انا ما بقولش ان التعدد حرام، انما انا بقول ان في طريقة في التعامل مع البشر، مع المرأة. المرأة مخلوق رقيق جدا، ازاي نتعامل معاه؟ المرأة اكثر رحمة من الرجل في اغلب الارض. المرأة كمان معلش اكثر تدينا، وبصوا على نسب المرأة، المرأة بطبيعتها محبة للرحمة ومحبة للإنسانية ومحبة للإيمان، ما نكسرهاش كده. هتقول لي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه يعمل اللي هو عايزه؟ لا، ما يعملش اللي هو عايزه. واضرب لك مثل من النبي صلى الله عليه وسلم، وقصه شهيره وفي البخاري. عيله ابو جهل، ابو جهل ده شديد العداوه للنبي، حبه يعني يعملوا موقف يكيد السيده فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا رايحين لسيدنا علي بن ابي طالب زوج السيده فاطمه، وعرضوا عليه بنت من بنات ابو جهل يتجوزها، وعرضوا عليه سيدنا علي بن ابي طالب قبل في قبول التعدد. فالسيده فاطمه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هيتجوز عليا بنت ابو جهل؟ فطلع النبي على المنبر وقال ايها الناس، اني لا احل حراما ولا احرم حلالا، انا مش هغير في التشريع، انا لا املك اغير في التشريع، ولكن لا ينبغي ان تجتمع ابنه عدو الله وابنة رسول الله في بيت واحد. فاهمين الفكرة؟ في حاجة اسمها التكافؤ، في حاجة اسمها الرحمة، في حاجة الفرق بين المباح والمتاح. مباح تعدد الزوجات، بس في حاجة اسمها ان المتاح لو عملت كده انت بتشرح واحدة ست، انت بتقضي على واحدة ست، انت بتخلص على حياتها. ليه؟ ممكن تعدد الزوجات بس بالطريقة دي، بالحالات القاسية دي، وبعدين تقول والشرع معايا، بس في مساحة كبيرة في الشرع اسمها الرحمة. فهمتوا مثلا أنا عايز أقوله؟ طب أضرب لكم مثل تاني. لو واحدة ست غلطت في حق جوزها مرة واثنين وثلاثة، هيروح على طول غلطت يعني مرة علت صوتها ومرة عندت معاه لا أو وحاجات زي كده، فبيعمل إيه؟ فبيقوم رايح على كتب الفقه ويشوف حكم المرأة الناشز. يعني هي لسه ما وصلتش انها تبقى في المرحلة دي بس خبطت معاك شويتين، يا اما تضرب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، يا اما يهجرها في الفراش، يا اما بقى لو سخن قوي ودماغه يعني ايه يطلقها. جماعة ده كلام لما يكون الخلاف وصل والست عملت يعني وبقت شيء لا يطاق والعيشة معاها، لكن في الحياة، الحياة لا. طب والحياة قايمة على ايه؟ قايمة على الرحمة. يا جماعة احنا مش في محكمة، ما هو ده اللي بيفسد العلاقات الزوجية. وبعدين تقول ايه؟ ما هو الدين بيقول كده. فالمرأة تقول والدين ليه بيعمل فيها كده؟ الدين ما قالش كده. ده حالة الصراع، الخلاف المؤدي الى الفراق، موضوع تاني. سيدنا عمر بن الخطاب راجل عربي قرشي حمش، فمراته بتراجعه في الكلام، قال لها انت بتراجعيني؟ اتراجعينني؟ قالت ولي ما لا اراجعك وزوجات النبي يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم. قالها ايه؟ زوجات النبي يقعدوا ياخدوا يدوا معاه ويقولوا له لا او ما يصحش وما ينفعش، النبي مديهم المساحه دي؟ قالت نعم. فقام واخد بعضه وطلع جري على بنته حفصه، بنت زوجة النبي بنت عمر، فقال يا حفصه اتراجعين رسول الله؟ قالت نعم، جوزي براجعه واقول له لا مش موافقه واختلف و و و. قال يا حفصه عائشه اقرب لرسول الله، هو بيحب عائشه قوي فممكن يقبل انها تراجعه. قالت له يا ابتي كل زوجات النبي يراجعنه. يبدو أن حصل في دماغ سيدنا عمر فهم للنقطة دي. إيه ده؟ ده كلمة حقي كرجل على المرأة تختلف عن طبيعة الحياة مع المرأة. اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يا جماعة أصله هو خيط لازم نفرق بين الحاجتين. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب بعدها يجي راجل مراته اتخنقت معاه وعلت صوتها عليه، يخبط على باب سيدنا عمر، فسيدنا عمر بن الخطاب الراجل هيخبط يسمع من جوه مراته عمر معليه صوتها عليه. فيبدو ان عمر تعلم، فالراجل يعني لقى ان سيدنا عمر كمان بيحصل فيه زي اللي بيحصل فيه هو، فجاي يمشي كان سيدنا عمر بيفتح الباب، فسيدنا عمر قال مالك؟ قال جئت اشتكي اليك فوجدت امراتك بتعمل فيك اللي مراتي عاملاه فيا. فقال عمر بن الخطاب تحملتني وغسلت ثيابي وبسطت منامي، تفعل كل ذلك إرضاء لربها ولربي، أفلا أحلم عليها إذا رفعت صوتها؟
عمر اتغير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مساحة، اقبل شريكة حياتك مع أخطائها. مين يتعلم الكلام ده؟ مين يعيش بالمبدأ ده؟ مبدأ إيه؟ الأصل في الحياة المودة والرحمة للمرأة. اوعى تكون ظالم مراتك، اوعى تظلم واحدة ست، اوعى تظلم واحدة ست وانت صايم في رمضان يكون خصيمك يوم القيامة رسول الله. تعالوا نكمل بعض الفصل. تيجوا علشان تحس بخطورة انك تظلم واحدة ست، وهدف ومبدأ الحلقة النهاردة تعامل مع المرأة برحمة ومودة، هذا هو أصل الحياة والحقوق عند الخلاف. لكن الأصل مش كده، الأصل التفويت اللي هو الفضل، يعني انك تسامح وتدي الزيادة. تعالوا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع القرآن. الأول اسمع القرآن وهو بيقول وعاشروهن بالمعروف، العشرة بالمعروف. أجمل ما قرأت في تفسير بالمعروف، يعني ايه عاشروهن بالمعروف؟ مش معناها ما تأذيهاش، امال معناها ايه؟ ان تتحمل اذاها اذا اذتك. وعاشروهن بالمعروف مش معناها ما تأذيهاش، انما ان تتحملها اذا اخطأت في حقك. تعالوا نعيش مع النبي، تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة بتعامل معاها ازاي. اسمعوا كده وتأملوا معايا الكلمات، اسمعوا هو بيقول اوصيكم بالنساء خيرا، اسمعوا النبي آخر يوم، يوم وفاته وهو نازل من على المنبر، آخر كلمة الله الله في النساء. يعني إيه الله الله في النساء؟ حلفتكم بالله حافظوا على النساء، قالها ثلاث مرات الله الله في النساء. يا جماعة اللي هيظلم واحدة ست وإحنا صايمين أهو خصموا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول خيركم، أحسن واحد فيكم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أحسن واحد فيكم مش من اللي بيصلي طول الليل، أحسن واحد فيكم مش اللي حافظ القرآن كله، أحسن واحد فيكم اللي بيعامل مراته حلو وأنا أحسن واحد فيكم بيعامل مراتي كويس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا فكرة رفقا بالقوارير. المرأة زي الكريستالة، حد قال كده على واحدة ستة قبل كده، كريستالة رقيقة واحدة واحدة عليها، دي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. اللي عامل المرأة وحشة لئيم، مش كويس. إيه رأيك؟ طب تيجي نتفرج على حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وفي بيته. كان في خدمة أهله يخصف نعله ويخيط ملابسه ويحلب شاته. إيه ده، النبي بيساعد عيلته في البيت؟ يعني مين راجل دلوقتي بيساعد مراته بالطريقة دي؟ النبي. أصلا أنا مشغول، والنبي كان مشغول أكتر منك 100 مرة. طيب، كان صلى الله عليه وسلم ضحاكا في بيته، يضحك ويضحك أهل البيت. ما دخل النبي بيته إلا بساما. في ناس تخش، في رجالة تخش البيت، البيت كله يهرب، كله يهرب. إن شر الرجال، حديث تاني، من إذا دخل بيته هرب أهل البيت، كله خايف مرعوب. النبي ما كانش كده، دي الحياة يا جماعة، ده طريقة التعامل مع المرأة. الأصل في حياة النبي في تعامله مع المرأة الحب والود. يقول على خديجة إن الله غرس حبها في قلبي. الأصل في الحياة مع النبي مع المرأة كلمة اسمها المشاركة، شيرينج. يعني إيه شيرينج؟ رجالة كتيرة ما تعرفش الكلمة دي، المشاركة. تصدقوا إن السيدة عائشة تقعد مع النبي لمدة، مثلا أنا بقول الوقت تقريبا على الأقل ساعة ساعة ونص. ليه؟ لأن القصة محكية إنها قعدت تحكي له قصص وحكايات 10 ستات مع زوجاتهم والنبي يسمع لها. أنت بتسمع لمراتك كم دقيقة؟ وأنا يعني برضو يعني بعد كده تسرح. 10 ستات مع زوجاتهم بتحكي له القصة، يعني مكتوبة القصة في كتب الحديث 4-5 صفحات، لغاية ما جت في آخر قصة عن أبو زرع، اسمه كده، وأم زرع. فإن أبو زرع كان بيحب أم زرع جدا، لكنه في الآخر بعد الحب ده كله طلقها. فالنبي يبص للسيدة عائشة بعد ما سمعها ساعة ويقول لها كنت لك كأبا زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. أنا مش ممكن أطلقك. شيرينج، المشاركة، الشيرينج ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم ياخد السيدة عائشة فسحة ويقول لها سبقيني يا عائشة. دي الحياة عند النبي، سبقيني يا عائشة، فيسبقوا بعض فتسبقوا، فيرجع ماشي يسكت خالص ويقعد إيه يزود لها في الأكل كل يوم أكل زيادة.
كل يا عائشة كل يا عائشة، وهي مش فاهمة في الموضوع. وبعدين ياخدها الأسبوع اللي بعده يقول لها سبقيني يا عائشة فيسبقها ويقول لها هذه بتلك واحدة بواحدة. إيه ده، ده النبي، دي شخصية النبي مع المرأة، فسح. شخصية النبي مع المرأة مشاركة واستماع، شخصية النبي مع المرأة بيساعدها في البيت، شخصية النبي مع المرأة كلام في الحب، ويروح لبنته فاطمة يا فاطمة إني أحب عائشة فأحبيها، أنا بحب مراتي قوي حبيها، ويقول دوا ويعلن دوا. ده الحياة يا جماعة.